طلعوا معايا يوسف تبرشي داخل الميدان وخارج الميدان. كنعيشوا واحد الحاجه في الجمهور. بحال دابا كنلاحظوا هذا الغير، كل ماتشات عاديه ما كيكونش بحال هكا الجمهور. علاش كيكون اقبال؟ حيت تكون ضد الرجاء. هادو اكثر ديال ولاد المدينه كيشجعوا الرجاء وفرقه عندنا غاده مزيان. حنا درنا الثقه في الصديقه من برو في الدوزيام سيري وفي البروميير سيري غادي مزيان، ولكن خاصنا الجمهور ما كيشجعناش. كنشوفوا الجمهور فاش كتكون لعبه الرجاء والوداد، اما في الماتشات العاديه كيكون غياب ديال الجمهور. وكنتمنوا من الجمهور يشجعنا حيت حنا ولاد حريز، حنا ماشي بيضاوه. بالنسبه للتالق ديال يوسف برشيد هذا العام، حيت حنا عندنا لعابه كيلعبوا من ديال الرجاء البيضاوي، راه كاين بزاف ديال اللعابه حيت الطريقه اللي كنلعبوا بها كره راه بحال ديال الرجاء البيضاوي. واليوم غنشوفوا ماتش زوين ان شاء الله، وغتكون فرجه مزيانه ان شاء الله بين الفريقين بجوج. راه تبارك الله كيلعبوا كره دقه دقه، ما كاينش ديك الكره العشوائيه وما كنرجعوش اللور، ديما كنهاجموا وكنلعبوا كره على الفرجه والنتيجه في نفس الوقت. هو يوسف برشيد اخويا كان طايحه حقرناه، وهذه الصراحه عجبتنا مني طلعات ديما برشيد. فريق يوسف برشيد فريق كبير، هو محل الصداره ان شاء الله 20 نقطه، وان شاء الله غنفوزوا على فريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله. اول عام لي والفريق غادي مزيان، ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله. الفرقه دابا غادا مزيان من حسن الاحسن، طلعوا من الدوزيام سيري كيتكلاصاو دابا غاديين في الكوديوم مزيان. هادشي كيشرف، وكنطلب من الجمهور يبدا يحضر يساند الفرقه ديالو. داكشي راه كنشوفوا التريبيل ديما خاوي ديما، داكشي حنا كنجيبوا ولادنا قهوه كتولى كتشوف الولد ديالي كنجيبو نمشيو للفو التيران وداكشي، وديما يوسفيات برشيد وديما ولاد حريز. ديما يوسفيات برشيد خلاص. قول. 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 قول.